السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب الصف الثاني الأساسي من مدارس الأكاديمية العربية الحديثة مع المعلمة سهير الخطيب. اليوم سوف نكمل درسنا من مادة اللغة العربية وهو درس الحرية، ونبدأ مع بعض بحل التدريبات. أولا نقوم بتحليل كلمة التدريبات. التدريبات، إذن نعيد التدريبات، أحسنتم. والآن دعونا نبدأ بالتدريب الأول. ألفظ الكلمات الآتية منتبها إلى الفرق بين نطق حرفي الدال وحرف الراء. إذن بدنا ننتبه يا تاني على الكلمات الموجودة على نطق حرف الدال وحرف الراء. إذن قبل أن نبدأ بالكلمات نتذكر معا أن حرف الدال وحرف الراء تعتبر من الحروف الرافصة، أي لا تمسك بالحرف الذي يليها. أحسنتم يا ثاني، هيا لنبدأ. الكلمة الأولى دنا. دنا، بدأت الكلمة بحرف الدال. إذن الكلمة بدأت بحرف الدال. الكلمة الثانية رنا. رنا، بدأت بحرف الراء. إذن الدال والراء أتت في بداية الكلمة. أحسنتم. أما هنا حديد. حديد، أتت في الوسط وأتت في النهاية حرف الدال. إذن حرف الدال أتى في الوسط وأتى في النهاية. الكلمة هنا حرير. حرير، حرف الراء أيضا أتى في الوسط وأتى في النهاية حرف الراء. حديد، حرير. الكلمتين يا ثاني تنتهي بتنوين ضم. أحسنتم. ننتقل هنا صاد. انتهت الكلمة بحرف الدال. حرف الدال أتى في نهاية الكلمة. أما هنا صار، انتهت الكلمة بحرف الراء. إذن الراء هنا أتى في نهاية الكلمة. أحسنتم يا ثاني. أما التدريب الثاني، أضع الضمة فوق الحروف الملونة ثم ألفظ الكلمات. هيا يا ثاني نلفظ الكلمة الأولى معا. عصفور، هيا لنضع الضمة فوق الحرف. عنا شو الحرف اللي إجا يا ثاني؟ حرف العين. حرف العين، لنضع الضمة فوق حرف العين فتصبح عصفور. عصفور، أحسنتم. الكلمة الثانية بلبل، لنضع ضمة على حرف الباء. عنا يا ثاني الباء تكرر مرتين في البداية وفي الوسط، هيا لنضع ضمة فوقهم فتصبح الكلمة بلبل. بلبل، رائعين. لننتقل إلى الكلمة الثالثة حر. الحرف حرف الحاء، الحرف الملون حرف الحاء، نضع عليه ضمة فيصبح حر. حر، أحسنتم يا ثاني. والآن ننتقل إلى التدريب الثالث. أقرأ الجملة الآتية مستفهما. إذن يا ثاني أمامنا هذه الجملة ونريد أن نقرأها مستفهما. أولا يا ثانيا ما معنى مستفهما؟ إذن عندنا يا ثاني الجملة الاستفهامية. الجملة الاستفهامية يا ثاني دائما دائما تبدأ بأداة استفهام. إذن دائما تبدأ بأداة استفهام، وأدوات الاستفهام مختلفة، منها هل، من، متى، ماذا، كيف، وأين. وتنتهي الجملة الاستفهامية بعلامة استفهام أو علامة سؤال. إذن يا ثاني نقرأ الجملة مستفهمين، يعني يا ثاني أنا عم بسأل عن شيء. أنا لما أحكي أقرأ الجملة مستفهما يعني أنا نريد السؤال عن شيء.
نقرأ الجملة مع بعض. من أين لك هذا الطعام؟ من أين لك هذا الطعام؟ إذن أنا بسأل، من أين لك هذا الطعام؟ أحسنتم يا ثاني. في عنا مثال آخر على جملة استفهامية، وهو هل تعرف مخترع الهاتف؟ أنا أسأل، هل تعرف مخترع الهاتف؟ وجميع الأسئلة يا ثاني تحتاج إلى إجابة. أما الآن دعونا لننتقل إلى التدريب الرابع. أختار من العمود الثاني المعنى المناسب للكلمات في العمود الأول ثم أكتبه. إذن يا ثاني، إن العمود الأول فيه كلمات طليق، دنا، طعام، والعمود الثاني وهو المعنى فيه كلمات سهل، اقترب، حر، أكل. هيا يا ثاني ندور على معنى كلمة طليق. ما معنى كلمة طليق؟ أحسنتم، يعني حر. طليق حر. رائعين. دنا، ما معنى كلمة دنا؟ دنا معناها اقترب. أحسنتم، معنى دنا اقترب. رائعين. أما الكلمة الثالثة طعام، ما معنى كلمة طعام؟ أكل. أحسنتم يا ثاني، رائعين. إذن طليق حر، دنا اقترب، طعام أكل. رائعين. هيا لننتقل إلى السؤال الخامس. أضع دائرة حول ضد الكلمة الملونة في الجملة المقابلة. إذن يا تاني اتفقنا مع بعض إن معنى كلمة ضد هي عكس. إذن نشوف الكلمة الملونة عندنا هون وندور على ضدها، أي عكسها. نقرأ الجملة الأولى. بحث عصفور جائع عن طعامه. في المقابل، نام الطفل شبعان. ما عكس وضد كلمة جائع؟ أحسنتم، شبعان. والآن ننتقل إلى الجملة الثانية. شاهد العصفور بيتا كبيرا. الكلمة الملونة كبيرة. في المقابل، أطعمت هرا صغيرا. ما عكس كلمة كبيرة؟ أحسنتم، صغيرة. نضع عليها دائرة. والآن ننتقل إلى الجملة الثالثة. عندما أشبع وأرتوي أغني غناء جميلا. الكلمة الملونة أرتوي. في المقابل، قال سامي أنا أعطش بعد الركض. إذن قال سامي أنا أعطش بعد الركض. إذن ما عكس وضد كلمة أرتوي؟ أحسنتم، أعطش. رائعين يا ثاني. والآن لننتقل إلى السؤال السادس. أحلل الكلمات إلى مقاطع. عندنا الكلمات وبدنا نحللها إلى مقاطع. الكلمة الأولى شاهد. هيا يا ثاني كما تعودنا، لفظيا أولا شاهد. أحسنتم، هيا لنكتبها شاهد ولا تنسوا الحركات. أما الكلمة الثانية بلبل. هيا صوتيا بلبل. هيا لنقوم بكتابتها بلبل. أحسنتم. أما الكلمة الثالثة عصفور. هيا يا ثاني صوتيا عصفور. هيا لنقوم بكتابتها عصفور. عصفور. نلاحظ يا ثاني عصفور تنتهي بتنوين ضم، وبلبل أيضا تنتهي بتنوين ضم. إلى التدريب السابع. أركب من المقاطع الآتية كلمات وأكتبها. إذن يا تاني عنا مقاطع وحروف
بدنا نركب منها كلمات. إذن أولاً المقطع الأول ارتوي، تصبح ارتوي. إذن ارتوي تصبح ارتوي. ننتقل إلى الكلمة الثانية ارتدي، ارتدي تصبح ارتدي، ارتدي. نلاحظ يا تاني ارتوي وارتدي، الكلمتين ابتدأت بهمزة قطع، همزة قطع، ألف ويعلوها همزة، همزة قطع. أحسنتم. هيا ننتقل إلى الكلمات الثانية. طليقن، طليقن. لنلفظها مرة واحدة، طليقن. إذن تصبح يا ثاني طليقن. الكلمة الثانية طويلن، طويلن. فتصبح يا ثاني طويل، طويل. ونلاحظ أيضا يا ثاني طليق وطويل، الكلمتان تنتهى بتنوين ضم. إذن تنتهي بتنوين ضم.